برد نتيج اسهال ما ضلش، وغير العياط يعني. والله ما نام طول الليل امبارح، طول الليل للصبح وهو قاعد بعيط بس من السقع، وانا احضن فيه عشان انه يدفع. مفتقد لكل وسائل الراحة، مفتقد لكل حاجة تخليني أكون إنسان. أنا كنت عايش في غزة إنسان، ما فيش حاجة نقصاني، ماكل شارب مرتاح في بيتي، ما قاعد في أمان. أنا هنا مش في أمان، أنا هنا لما بيجي يحوم الله يعزك الكلاب حوالينا بنتلمس، أولادي بصيروا عيطوا بخافوا. أنا قاعد في صحراء، فيش غاز، فيش مية، المية اللي بنشربها ملوثة، المية اللي بنشربها ملوثة. جينا هنا جنوب رفح، يقولوا لنا روحوا جيش الدفاع عملكم مساعدات، عملكم أواء، عملكم، ما شفناش إيش منيح بالمرة. احنا عايشين مكلنا السقع، فيش حمامات، فيش راعب، ننام على الرمل. الرمل، انا مريضة سرطان، عاملة عملية في مصر 7,000 دولار كلفتني، استأصلت اورام من العمود الفقري. انا ما بلاقيش فرش ولا حاجة انام عليها، بنام على الرمل، الرمل متلج. هم قالوا لنا يخلوق لينا، ما هذا منطقة انسانية، هذا مش انسانية، هاي القصف هان وهان وهان، ما فيش منطقة إنسانية. وين الإنسانية؟ في سيناء؟ مش رايحين على سيناء. وهذه حياتنا، أنت شايف وبعينك شايف، هاي الأولاد هاي قرطين، هاي واحد بنام على الحقيقة غاد، وواحد بنام غاد، وعندنا ناس اختيارية بناموا في الخيمة هذه.